شرف معي شوي. شو في هاي الشنطة؟ أني فيها شي 300-400 ليرة. شو فيها كمان؟ في الحقيقة ما بعرف، هي الشنطة لمرتي كانت إيدها مقطوعة، صلحت لها إياها وجبتها وما فتشت فيها زيادة. أيوة ما فتشت، أنا رح أفتش. هالمخدرات لمين؟ هاي شو؟ أحد الإخوة السائقين. مرحبا يا أخ. أهلا وسهلا مدام. يا ترى شو أطرف حادثة مرت معك خلال عملك كسائق؟ يا ستي الحوادث كتيرة، في شيء إذا انحكى بيطلع حلو وفي شيء إذا انحكى بيطلع بايخ وماله طعمة، يعني حلاوته أنك تعيشي بنفسك. طيب شو رح تحكي لنا أنت هلا؟ عم يخطر ببالي قصة ما صارت معي أنا شخصيا، لا بس صارت بالباص اللي أنا كنت عم سوقه، فأحكيها ولا؟ لا معلش احكيها ولو. يا ستي مرة من المرات ركب معي بالباص تنتين نسوان بس شي جخ كتير، قعدوا قدام بعضهم وكان باين عليهم علامات الارتباك. باختصار رح احكي لك القصة مثل ما شفتها ومثل ما سمعت عنها بعدين. لا تركته نايم. يعني ما حس انه في شيء بينك وبين اخي حسام؟ شاكك بس ما حس على شيء. الله يصلحك انت الثانية، شلون تتصلي باخي حسام وجوزك بالبيت؟ هيك صار، كل فكري انه جوزي برات البيت، تاري نايم بقطة المكتب. حس عليكي لما طلعتي؟ لا لا ما حس. يعني ما حس شو حكيتي انت وحسام او امتى توعدتوا؟ ما بتصور لاني حكيت بصوت واطي. يلا بسرعة. بعد ما بطلت من عند المهندس صالح سدت بوشي، قلت لحالي بشتغل بتركيب الدشات اسمها دارجي هالايام. بعد يومين استغنى عني صاحب الورشه. ليش؟ مو اساس صاحبي انت وياه؟ صحيح، بس ابن حماه اولى. بمجرد ما خلص ابن حماه عسكريه استغنى عني وشغله. قديش صار لك على الحاله؟ صار لي 7 أشهر، ما معي اكل. قديش معك مصاري هلا؟ يعني بيطلعوا له شيء 120 ليره. العمى. يعني ما فينا نروح على قديش يومين ثلاثه نشم هوا؟ هلا عم تتفقس حضرتها؟ اتدين لك شي 3-4000 ليرة. هات لشوف، ديني دغيلك. أنا؟ أنت مليونير بالنسبة لي، معك 120 ليرة. آه على الزمن. لك معقولة واحد مثلي خريج علوم مضروب وطراح وما في بجيبتي حق أمين؟ طيب فكر لي بروحة اللاذقية، بكي إذا رحنا لهنيك بنلاقي شغل. في المعادلة غلط وما كانت تزبط النوب. أنا معادلة؟ لك الحرامية عايشين بنعيم والفقراء اكلين هوا بالمعلقة. ما بعرف، حاسة بدني عم ينفض نفض. لا تخافي، أخي حسام كتوم وما بنخاف منه. وبركي قال لي لجوزي، معقول؟ ما رح يقول له أنا بوصي. طيب شو رأيك هو على لبنان؟ أنا بعرف جماعة بيشغلونا. حط بالخرج، الشغلة ما بتزبط إلا بضربة حظه بس. قومي ما بدنا نعلق ان شاء الله، ولك تضرب هالشغله بساعتها. وقف هون اذا بتريد يا اخ. هون ما في موقف يا اختي. الله يخليك مضطرين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر. تفضل. هاي وقفنا. المرة اللي نزلت شو نسيت على المقعد؟ نسيت شنطتها مو هي؟ ايه؟ مش الباص بسرعة وما عادت تلحقوا، ما في غير ما احكي للشوفير. يا معلم معلم بس. اوهو علينا، شو في كمان؟ يكون بعلم الجميع، ها غير بالموقف رح اوقف. ولا يهمك معلم، دعاس دعاس. ليش ما خليتني اعطيها؟ اسكت. هلا انت بدك تروح على اللاذقية ولا لا؟ شو قصدك؟ هي هي فرصة الحظ اللي كنا عم نستناها. مع اني بحياتي لا سرقت ولا نهبت بس الجوع كافر. يعني شو قصدك؟
باين عليها منفوخه. يا حزرك قديش فيها؟ على هو قسم النسوان اللي كانوا قاعدين يمكن فيها 7 دولار غير بكثير. وقديش فيها صيغه يا حزرة؟ انا بقول خاتم ذهب واسواره. ناح شبهن هدول. بنروح فيهم على اللاذقية وبنرجع وبنروح وبنرجع وبنتشبرق كمان. مرحبا يا اخ. اهلين. الشنتايه اللي بحضنك لها؟ ايه. شرف معي شوي. شو فيها هي الشنتايه؟ انا فيها شيء 300 400 ليره. شو فيها كمان؟ في الحقيقه ما بعرف. هي الشنتايه لمرتي، كانت ايدها مقطوعه، صلحت لها اياها وجبتها وما فتشت فيها زياده. ايوه ما فتشت، انا راح افتش. المخدرات لمين؟ هاي شو؟ هدول لمين؟ أنا الرائد طلال من المكافحة. سيادة الرائد صدقني هاي الشنطة مقلي، صدقني هاي الشنطة مقلي. كلكم بتقولوا هيك، شرف صدقني معي. صدقني هاي مقلي. حطوا على السيارة. يلا. هاي ضربة الحظ اللي كنت ناطرها. مبروك عليك إن شاء الله.